هي ثاني أكبر موقع لتعدين البيتكوين في العالم بعد الولايات المتحدة. هكذا أصبحت كازاخستان في الأشهر الأخيرة وفقا لمركز كامبريدج للتمويل البديل. بيد أن البلاد تكافح لتلبية احتياجات الطاقة الزائدة المستخدمة في تعدين العملات المشفرة، أمر تسبب في قطع الحكومة الكهرباء عن أكبر شركة تعدين، على الرغم من أن انخفاض أسعار الكهرباء هو أكبر أسباب ميل المستثمرين للتعدين في كازاخستان. ينجذب المستثمرون في المقام الأول لأسعار الكهرباء، وهي ليست رخيصة مقارنة بالولايات المتحدة، ولكن إذا قارنت الأسعار بتلك التي في البلدان الأخرى فإن الأسعار هنا مقبولة للمستثمرين. وتخطط الحكومة الكازاخستانية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني بسبب استهلاكهم لضعف الطاقة التي يستهلكها المعدنون الشرعيون للعملات المشفرة. والآن يجري الحديث عن فرض مزيد من الضرائب والقيود لتنظيم الصناعة المملوكة للأجانب، إضافة إلى مواجهة هذا العمل السري. يجب تنظيم وتقنين نشاط التعدين في كازاخستان، وقد بدأت السلطات بالفعل بذلك، والعام المقبل ستفرض ضريبة إضافية على نشاط التعدين وستبلغ 0.23 في الألف من الدولار لكل كيلووات في الساعة. تعدين العملات المشفرة أجبر الجمهورية السوفيتية السابقة على استيراد الطاقة وتقنين الإمدادات المحلية، كل هذا فيما تؤكد وزارة الطاقة أن التعدين يستهلك 8% من إجمالي قدرة التوليد في البلاد، ويزيد كل ذلك من خشية الحكومة من الاعتماد المتزايد على مناجم الفحم لإنتاج الكهرباء، ما يلقي ثقلا على كاهل خططها الاقتصادية والبيئية.